عليا عواضه. عليا اهلا وسهلا فيك معنا في هنا بيروت. عليا، هذه الجريمه هي من ابشع الجرائم التي ترتكب بحق النساء في لبنان، ليست الجريمه الاولى، ولكن ظروف هذه الجريمه والطريقه التي تم التوصل بها الى الجثث الاربعه وكيف الطريقه التي اخفيت معالم الجريمه فيها هي من ابشع الجرائم التي تمر عبر ربما عبر التاريخ في لبنان. اليوم انتم كناشطات نسويات تدافعون عن حقوق النساء وتتابعون هذه القضايا منذ فترة طويلة، وعندكم يعني اطلاع اكثر على يمكن حالات لم تعرض على 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 الاعلام. كيف تعلقين على هذه الجريمة، وهل بتشوفي في تقصير من الأجهزة الأمنية بمتابعة هذه القضية؟ يعطيك العافية حليمة إليك، ومرحبا ليوسف وهادي، يعطيهم ألف عافية. صراحة حليمة، بطبيعة الحال يعني هيدي الجريمة هي من الجرائم الجماعية، يعني جريمة ارتكبت بعائلة بشكل جماعي. نحن صرنا أكثر من 3 سنين بلبنان، مش بس الناشطات والمنظمات العاملة للدفاع عن حقوق النساء أو العاملة مباشرة مع النساء، عم نرفع الصوت أنه هناك ارتفاع كبير في نسب الجرائم ضد النساء. وهيدي النسب يلي منعرف عنها، مثل ما قلت في كتير جرائم نحن ما منعرف عنها ولا تسجل، يعني نحن أوقات بيختفوا يعني الجثث حتى ما منعرف عنهم لا الجرائم. وكنا عم نرفع الصوت ونقول لازم يكون هناك خطة واضحة لحماية النساء والفتيات. البلد عم يبر بأزمة اقتصادية واضحة، أزمة اجتماعية، ببعض الأحيان هناك انفلات أمني واضح، والفئات الأكثر تهميشا وأكثر تضررا هن النساء والفتيات. وكنا كل مرة عم نقول يجب أنه يكون في عمل من القوى الأمنية أكبر بهذا السياق. هذا الشيء ما بيعني أنه ما في دعم، إذا بدي أقول، للنساء ببعض الأحيان وكيفية التعاطي مع بعض الملفات، خصوصا ملفات العنف الأسري، ولكن هناك من دون أدنى شك ارتفاع كتير كبير بنسب الجرائم ونسب التعنيف. بالمقابل ليس هناك تحرك، إذا بدنا نقول كتير واضح وكتير كبير في هذا الموضوع. بس بدي أقول شغلة صغيرة قبل حليمة، يعني هذيك السنة لآخر السنة على خط العنف الأسري 1745 واصل أكثر من 1200 اتصال من نساء تتعرض للتعنيف الأسري، 90% منهم هن عنف جسدي، يعني الزوج يضرب المرأة أو الوالد أو الأخ عم يضربون، يعني هناك عنف جسدي من 90%. عليا، اليوم الحالة مختلفة، الحالة هذه الجريمة ما فينا نحطها بإطار عنف أسري، لأنه لا في زواج بين الفتيات، إحدى الفتيات والمجرم، ولا الوالد، يعني ولا عنف أبوي بمكان ما. هي جريمة محض بحق 4 نساء من لبنان. اليوم العدالة، هل في بعض يطالبون بإعدام المجرمين؟ هل يكفي حكم الإعدام بحق المجرمين، أم يجب أن يكون هناك قانون أو ما بعرف شو الآلية اللي أنتم بتطالبوا فيها لحتى النساء يقدروا يقضوا حقوقهم؟ ويعني خصوصا أنه هذه بسياق الحديث كان عم بيحكي أنه في تهديدات وفي تهديدات متبادلة، وهذه القصص رح يعني بسياق التحقيق رح يكشف عنا. في خوف لدى النساء عادة من التبليغ. حليمة، بدي انطلق من شيء كان عم بيقوله هادي قبل شوي، كان عم بيقول انه هيدي الجريمة ما نطلع بقى بالدوافع، هي جريمة ارتكبت بذكورية تامة، ارتكبت لانه هيدول الرجلين اذا تم الاثبات انه هن اللي قتلوا، ارتكبت بتفوق سلطة، بتفوق سلاح وغيره، يعني هن قتلوا النساء عن عمد، هي جريمة ذكورية واضحة ضد نساء. يعني ما فينا نقول انه هي ما فيكم تقولوا عنا جريمة مش ذكورية وما تدخلوا النسوية وحقوق النساء بالموضوع. طب إذا الأربعة اللي ماتوا هن نساء، كيف يعني جريمة مش ذكورية، وكيف جريمة مش جريمة مدعومة من هيدا المجتمع الأبوي؟ اللي بدي أقوله بس تعقيبا على سؤالك حليمة، الموضوع العقاب هو شيء كتير مهم ليكون رادع. رولا يعقوب ضربت حتى الموت من قبل زوجها، ظلت المحاكمة 9 سنوات، من بعد هيدا 9 سنوات تم تبرئته مرتين للمجرم، واعتبر أنه هو كان يعاقب بناء على المادة 550 من قانون العقوبات، هي القتل غير العمد أو التسبب
بالقتل، في محاولة لتخفيف عقوبة الجاني، ومن بعدها ثالث مرة تم الحكم عليه بخمس سنوات سجن. هلأ بالنسبة لنا أنا كعليا أعتبر هيدا كتير ظالم بحق رولا وبحق والدتها. رولا خسرت حياتها، والدتها 9 سنوات، ولكن بشكل قانوني إذا عم نحكي قانون يعتبر الحكم جيد ولصالح رولا بناء على المادة اللي عم بيعاقب عليها القاضي. ولكن إذا منطلع بالبروسيس أو 9 سنوات أخذ ليطلع حكم بجريمة قتل ضد امرأة، وهيدا المثل هو واحد من آلاف الأمثلة وآلاف القضايا الموجودة اليوم بالمحاكم اللبنانية نتيجة عنف ضد النساء، عنف أسري، جريمة قتل أو غيره ضد النساء. وهناك كتير تلكؤ بإصدار قرارات أو أحكام واضحة بهذا الموضوع وأحكام عادلة بالنسبة لنا. طبعاً أنا شخصياً ضد الإعدام، ولكن العقاب العادل هو الشيء الرادع لهذا النوع من الجرائم. ولكن بمجتمع هناك محسوبيات وهناك فساد وهناك على طول بحث مثل ما عم بيقول هادي وراء دواء، يبدو أنه في مشكلة بمتابعة الاتصال مع عليا عواض الناشطة النسوية. ولكن عليا يعني طبعا وضحت الفكرة، حضرتك كنت عم تقولي في ختام هذه المداخلة أنه حضرتك ضد حكم الإعدام، ولكن لابد من وجود رادع قوي لعدم القيام بجرائم مماثلة، وأن يكون العقاب صارم وقاسي بحق كل من يرتكب جريمة، بحق امرأة أو أي شخص في لبنان، ولكن تحديدا النساء، لأنه النساء مضطهدات في مجتمعاتنا العربية. بدي أشكرك علي عواضة على هذه المداخلة، وللأسف كان هذا الانقطاع بالإنترنت سبب بأنه نقدر نختم هذه معنا. رجعت عليا إذا بدك تكملي من حيث انتهيتي لنختم معك حول العقاب الذي يستحقه المجرم في هكذا حالة. طبعا عقاب عادل ورادع لبقية الجرائم. وشغلة أخيرة بس حليمة، هيدي التبريرات اللي على طول بتطلع خصوصا بقضايا قتل النساء، بينفي تبريرات أنه على طول لما بتكون جريمة مختلفة ما بنبحث عن تبريرات أنه ليش هيدا سرق أو ليش هيدا فجر أو ليش قتل، بينما بموضوع النساء على طول ما نبحث بخلفية الإمرأة نفسها، ليش السبب أنه قتلها زوجها. هناك صار في جريمة، العقاب يجب أن يكون على قد هذه الجريمة. جريمة قتل 4 نساء، أولاً أهم شيء يصير فيها عدم التلكؤ بالتحقيق. هلأ كان في كتير ملاحظات على كيفية معالجة هذه القضية، نتمنى أنه ما يكمل هذا الشيء، هذا الأسلوب بالتحقيقات المقبلة لا سمح الله طبعاً. نعم، وحتى بالقضاء لما تروح على القضاء ما تاخد 9 سنين ولا ينطروا النساء الأم والثلاث فتيات، ينطروا 9 سنين لهو يطلع ياخد حكم 5 سنوات ومن بعدها يطلع ويكمل حياته عادي. لأنه هيدا الشيء هو السبب الأساسي بتكرار هيدا النوع من الجرائم، مش الجريمة الجماعية بقصد، ولكن جرائم قتل النساء. نعم، بدي أشكرك علي عوضة الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء.